بعد إعادة تأهيل الشركة العامة منتجات النفطية فرع نينوى، اليوم قمنا بالزيارة إلى مقر الشركة والتقينا بالسيد أستاذ فلاح مدير الشركة فرع الموصل. خلال اللقاء قمنا بتجوال داخل أروقة الشركة والتقينا كافة المنتسبين وكذلك مع رؤساء الأقسام والشعب في داخل الشركة، وتم التباحث ومناقشة الأمور التي تخص الخدمات التي تقدم للمواطنين من ناحية مادة البنزين وكذلك النفط الأبيض، حيث لاحظنا أن العمل في هذه الشركة تسير بسلاسة ومهنية عالية وشفافية عالية، لا يوجد هناك معوقات أو مشاكل تواجه هذه الشركة، ولا توجد هناك شكاوي قد تصل إلينا أو إلى الشركة، إلا هناك شحة قليلة في مادة النفط الأبيض. تم وضع بعض الحلول من قبل سيد المدير لاستيعاب أو حلحلت هذه المشاكل. طبعا هاي الأزمة تعود لكل المحافظات وليس محافظة نينوى، ما يقارب تصل يوميا 2 مليون لتر من النفط الأبيض إلى مواطنين محافظة نينوى. طبعا هذه جاءت بجهود جبارة من قبل سيد مدير الدائرة مدير الشركة وكذلك التعاون الموظفين ومنتسبي شركة النفط نينوى. نحن بدورنا نشكر جهود أستاذ فلاح وكذلك جميع المنتسبين وموظفين الفنيين والإداريين. نشكر الأستاذ لقمان الرشيدي عضو مجلس محافظة نينوى على زيارة فرع شركة توزيع المنتجات النفطية فرع نينوى، بعد انتقالنا للجانب الأيمن وإعادة إعمار مقر الدائرة الجديد في مستودع وادي حجر. اليوم جميع البنى التحتية في موقع مستودع وادي حجر تم إعادته الحمد لله، كذلك إعادة البنى التحتية ومع التأثيث ومع جميع المستلزمات لتقديم خدمة للمواطنين. اليوم انتقلنا للجانب الأيمن الحمد لله، نعتبر من الدوائر الأولى التي انتقلت إلى الجانب الأيمن لمدينة الموصل لإعادة الحياة. ما يخص زيارة السيد لقمان ما يخص النفط الأبيض، كما تعلمون أن منتجات النفط الأبيض تردنا عن عدة مصافي، مصفى كارل الاستثماري ومصفى بيجي ومصفى الدورة في بغداد. هناك اليوم احنا في حالة ذروة في جميع المحافظات، ليس في محافظة نينوى، كما تعلم ان الجو شديد البرودة وهناك طلب متزايد على النفط الأبيض. اليوم احنا ان شاء الله بتعاون مع الشركة والسيد مدير العام، نينوى تأخذ حصتها الكاملة هو 1.5 مليون، كذلك تردنا يوميا يعني في الأيام السابقة إلى 1 مليون لتر. الحمد لله الأمور جيدة. بعد إطلاق الحصة الثانية اليوم إحنا نسبة التجهيز 40% في 25 يوم، الحمد لله هذا نسبة عالية جدا. إن شاء الله هذا ليس يعني تفاؤل، ولكن نطمح أنه نزيد الحصة، كذلك نطمح أنه بالتعاون مع الشركة والجهات الساندة في الشركة أنه نينوى تأخذ حصتها كامل.